إنا لله وإنا إليه راجعون. أوامره تفعله تفعلها ولو كانت غير محبوبة إلى قلبك، ولو كانت ثقيلة على نفسك، دائما أمر الله مقدم. هذا معناه أنك فعلا رضيت بالله ربا. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني في هذا الموقف لما مات ابنه إبراهيم، طبعا للفائدة، إبراهيم مات قبله أولاده، يعني ما هو أول ابن يموت للنبي صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام دفن 6 من أبنائه وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. عشان بعض الناس مثلا يقول ليه أنا مبتلى، يا أخي هذا الابتلاء، أن يدفن 6 من أبنائه وهو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما مات إبراهيم ذرفت عيناه، دمعت عيناه، فقال أحد الصحابة: تبكي يا رسول الله؟ يعني ظن أن هذا نوع من الجزع، تبكي؟ فقال: العين تدمع والقلب يخشع، لكن اسمع ماذا قال. قال: ولا نقول ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. الآن هو ما غضب على الله، ليه يا ربي أنا الوحيد الذي ابتلى، ليه أنا فقط الذي يموت أولادي، ليه؟ لا، هذا ما هو موجود في قاموس الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فيه نقطة مهمة لازم تعرفها أخي الكريم، أن المؤمن يتألم للمصيبة، هذا شيء طبيعي، لكنه لا يسخط على الله عز وجل. وهذا هو الإيمان، وهذا هو الرضا، أن يكون الإنسان دائما راضي عن ربه. رضوانك عن الله عز وجل له عواقب جميلة عليك. فمثلا غفران الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يسمع المؤذن، إذا خلص الأذان المؤذن من الأذان، تقول: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. إذا رضاك عن الله وبالله يغفر ذنوبك، وما أكثر ذنوبنا وخطايانا. رضاك عن الله سبب لوجوب الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. الراضي بقضاء الله يا أحبابي هو أغنى الناس، أغنى الناس، يقول عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم، يعني الشيء المحرم، تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والله هذا الغني تجد فقير معدم، لكنه أغنى من بعض من يملكون الملايين. لماذا؟ عنده رضا، رضا بعطايا الله وقضائه. الراضي يا أحبابي هو الذي يتذوق طعم الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذه الأحاديث كلها تحث قلبك على الرضا. طب يطرأ سؤال مهم جدا الآن: كيف أحقق الرضا في حياتي؟ كيف أكون عبدا راضيا؟ الطرق كثيرة، لكن عشان ما أشتت ذهنك أريدك أن تقرأ كثيرا وتسمع كثيرا عن معنى اسم الله الرب، من أسماء الله الرب. اقرأ عن هذا، هذا سبحان الله يجعلك تطمئن بأقدار الله عز وجل. ما معنى الرب؟ الرب هو الذي يربي عباده، فهو الذي يربي أجسادهم ويربي أرزاقهم ويهديهم إليه بالوحي، لأنه هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الرب هو الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. فهو سبحانه يربي عباده بحكمته وخبرته في أحوالهم، ولذلك هو الذي تولاك جل جلاله منذ أن كنت نطفة في رحم أمك، فأحسن خلقك وأخرجك في أحسن تقويم. لما كنت في بطن أمك كان غذاؤك من حبل واحد، فما أن خرجت حتى فجر لك ثديان عينان من الحليب تشرب فيهما عامين حتى يرم جسدك. لا، والعجيب، وهذه فائدة، أن حليب الأم ليس فيه حديد، والجسم
بحاجة ماسة للحديد، فماذا يفعل الله بك؟ يعوضك الله عز وجل بالطحال، لأن الطحال فيه حديد يكفيك سنتين وهي فترة الرضاعة. من دبر هذا؟ هو الرب جل جلاله، هو الذي تولاك في رزقك. والرزق يا أحبابي نوعين، رزق أنت تطلبه مثل الوظيفة مثل، ورزق هو يطلبك. وأيهما أكثر؟ الرزق الذي يطلبك أكثر من الذي تطلبه. نفسك رزق، صحتك رزق، النوم رزق، الأمن رزق، وما أكثر النعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. الله عز وجل هو الذي دبر حياتك في حديث سنده ضعيف لكن معناه حقيقي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالقلة بالفقر ولو أغنيته لكفر، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم المرض ولو أصححته لكفر، وإن من عبادي من لا يصح إيمانه إلا بالصحة ولو أسقمته لكفر. ثم قال: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى والفقر. شوف الآن التوزيع هذا هو من الرب جل جلاله. ربي أعلم بك وأخبر بحالك وأعلم بما هو في مصلحتك. إذن الرب تولى هذا الكون كله، فهل يعجزه أن يتولاك وأن يدبر أمرك؟ فأحسن ظنك بربك ونم الثقة فيه. اعلم أن عاقبة الرضا حميدة. إبليس طرد من الجنة لأنه لم يرضى بحكم الله، وآدم غفر الله له. لماذا؟ لأنه رضي بالله وتاب وأقبل على الله عز وجل. الراضي عندما يبتلى فإن له الأجر العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيسألهم: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك، يعني قال الحمد لله، واسترجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله عز وجل يقول عن الصابرين: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويترون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. إلى أن يقول في آخر الآيات: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إن السعادة تكون بالرضا، وإن الشقاء يكون بالاعتراض على استخارة الله. لذلك يقول: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله. ولذلك لا تغضب على ربك، واصبر واعلم أن عاقبة الرضا كلها خير. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. اللهم ارزقنا الرضا، واجعل قلوبنا تحبك وتتعلق فيك، وتعلم أن ما أصابها كلها بعلمك وحكمتك. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.